مرحبا بكم في هذا الشرح، حيث سنتعامل فيه مع خادم المسمى سانك تانك. فسانك تانك هو خادم موزع يقوم بتوحيد محتوى مجلد بطريقة مشفرة، يعني أن هذا سانك تانك يسمح لنا ب لا سانكرونيزاسيون أو سانكرونيزيشن لمحتوى مجلد بطريقة مشفرة وبير تو بير. فعيوب تشارك الملفات عن طريق الخادم، فالخادم هو آلة مركزية سنتراليزي نضع فيها الملفات. ففي بعض الأحيان لا نريد رفع الملفات إلى خادم مركزي لتشاركها، فسانك تانك يمكننا من تشارك الملفات بطريقة بير تو بير ومباشرة بين الآلات. فالسانك تانك هو تطبيق مكتوب بجو، تقومون فقط بابت جيت انستال سانك تانك. في هذا الشرح سأستخدم اورانج باي اس 2، فهذا الحاسوب الصغير. سنقوم بالسنكرونيزاسيون مع احد خوادم جوجل، هذا الخادم بهذا العنوان. نقوم بابت-جيت ابديت و ابت-جيت انستال سانك تانك. بعد ذلك نطلق السانك تانك. سأخذ فقط الادرس اي بي وعند إطلاق السانك تانك فإنه يقوم بإنشاء مجلدات والليسنين على هذا الأدرس. وجب الدخول على كونفيج سانك تانك، كونفيج XML، وتغيير الليسن من 127 إلى 000 هكذا. ثلاثة وثمانون، أربعة وثمانون. نطلق سانك تانك مرة أخرى. وكما تلاحظون فإننا ندخل على الواجهة الرسمية لسانك تانك. نضغط على سيتين ونضيف اليوزر والباسورد use https for GUI و save بهذه الطريقة. الآن فسانك تانك يشتغل على الخادم. اوكي، اكتب كلمه الدخول وندخل مره اخرى على سانك تانك. الان ننتقل الى الاورانج باي. نقوم باطلاق سانك تانك مره اخرى بهذه الطريقه.
والدخول على الكونفيغ سانك تانك كونفيغ اكس ام ال وتغيير الليسن الى الاصفار لكي نتمكن من الدخول عن بعد لواجهات سانك تانك. ادريس اي بي فهي 1.104. فهذه العناوين ستتغير حسب الشبكة الخاصة بكم. نضيف أيضا يوزر نيم وكلمة مرور. لا داعي لوضع HTTPS هذه المرة. أوكي سيف. الآن وجب القيام بسنكرونيزيشن ما بين السيرفر والأورانج باي. نذهب إلى أكشن show id. نأخذ هذا ال id. هذا الكابتشا خاصة بالموبايل بالاندرويد مثلا. اذا كنتم تريدون سنكرونيزاسيون لمجلد الصور على الاندرويد مع خادم مباشرة فهذا شيء جميل جدا. تستخدمون التطبيق من على اندرويد. اندرويد سانك تانك. هذا هو تطبيق سانك تانك على الاندرويد. الان ندخل على add remote device. نضع الاي دي والسيف. الان على الخادم البعيد Dynamic Enable. ننتظر بعد الشيء. اوكي الان تعرف عليه. هنا نضغط على add device. فالهوست نيم هو الخاص بالاورانج باي فلقد تعرف عليه فهو embedded server. نضغط على save ونلاحظ ان embedded server ظهر هنا على الخادم. ننتظر بعد الشيء لكي يتشارك الأدرس. اوكي فلقد فهنا ظهرت ادريس اي بي الخاصه ب بلا دي اس ال. هنا نضيف ديفولت سيرفر ديفولت فلودر لتشارك محتوى الملف. هنا ايضا نضيف default floater. اوكي default floater هو الفلودر 5. والفلودر 5 يحتوي على بعض الصور. يحتوي فقط على ملف. مثلا نضع هذا الملف سأسميه المستجلوب.
up to date. كما تلاحظون فعل الخادم فعل الخادم قام بسنكرونيزاسيون لمحتوى ذلك الملف. كما تلاحظون فلقد قام بإضافة المحتوى إلى خادم البعيد. الآن سنحاول القيام بشيء أكثر إثارة، مثلا البحث عن بعض الصور. سيدي بيكتشر ls نجمع png. نقوم ب csp لنجمع png لخادم الأورانج باي. سيقوم سانك تانك ب بنسخ هذا المحتوى على الخادم البعيد بطريقة أوتوماتيكية. ننتظر بعض الشيء. هنا بدأ النسخ على جميع الخواتيم. كما تلاحظون فلقد قمنا فقط ب CSP على خادم الأورانج باي، ومن ثم سانك تانك قام بتوزيع هذه الملفات على خوادم أخرى. فالسانك تانك هو جد مفيد، مثلا ربط الهاتف مجلد الصور على الهاتف بخادم بعيد، فعندما تلتقطون صورة يقوم سانك تانك برفع الصورة على الخادم الخاص بكم مباشرة ومن دون الحاجة إلى إعدادات مسبقة. عند الانتهاء نجد أن نفس الأشياء الموجودة على الأورانج باي تم نسخها على خادم الريموت بطريقة مباشرة، يعني من دون الحاجة إلى المرور بخادم مركزي. فالسينك تانك هو جد مفيد، وشخصيا أجده تطبيق رائع يمكننا من تشارك الملفات من دون الحاجة إلى خادم مركزي، مثلا بالنسبة للشركات الخاصة والتي لا تريد رفع البيانات الشخصية الخاصة بها على خادم مركزي. فسانك تانك هو رائع جدا، يمكن من تشارك الملفات من دون الحاجة إلى خادم مركزي. وأترك لكم فرصة التعرف على باقي الأوبشن الموجودة في سانك تانك، ونلتقي في شرح آخر، وشكرا.